مرحبا بكم في برنامجنا باش تشوفوا نساء وبنات بدي بروفيل ديفيرون وبحكايات مختلفه. فاطمه الزهرة عمرها 28 سنه، عاقله برشا لدرجه انها ما عندهاش ثقه في روحها. طلبت منا فاطمه الزهرة في السر اللي فيك باش نلقاو حلول للمشاكل اللي مقلقينها، نبدلوا لها اللوك، فماش ما تنجم تواجه الحياه وصعبها بثقه اكبر. البنات في العمر هذا عاده ما يكونوا لاهين برواحهم برشا ويتبعوا المود والتندانس. فاطمة الزهرة عكس اندادها، شعرها ديما ملموم وديما في الجين وسبادري، حياتها بين الخدمة والدار. فاطمة الزهرة تعرف اللي لازمها تتبدل وتتعلم تولي طفلة بنت وقتها، ولازم زادة تحل المشاكل اللي عندها قبل ما يزيدوا يكبروا. نحس فاطمة متقلقة، تحبها كحاجة لبسة وتحبها ديما تحب وجهها ديما منور وشعرها وياسر ما تخرجش معناها وما تحوصش وما تفرهدش من الخدمة للدار. ديما نلبس بدري وسرويت جين، قلت خنبدل شوية اللوك شوية نولي في حاجة أخرى نكون ما خير، خاطر ما نعرفش شعري شنو يواتيني، المكياج شنو يواتيني، ما عنديش فكرة على روحي، ديما خاطر هكايا سامبل. نحبها تتبدل، نحبها تولي معناها تمكيج وتلبس وتتفرهد. مش في حياتها هي تتفرط بالكدا بالكدا. عجبني مع محرقين البرنامج، حبيت نبدل لوكي خاطر ديما سبور، شعري مانيش نلاهي بيه، ديما كوتشوفال، والمكياج ما نعرفش المكياج وحدي هكا حاجة كيما نحبينا ما نعرفش شنو يواتيني. فاطمة الزهرة سمرة لكنها من غير ما هي فايقة تستعمل في فوندوتا أفتح برشا من وجهها. لكن الفوندوتا هذا تستعمل فيه الكانديدات متاعنا باش تغطي المشاكل اللي في وجهها واللي ياسر مقلقينها. أكثر حاجة مقلقتني تحت عيني التحويقة، ديما ركز على كي نعمل الفون ديما ركز على هي الأكثر، سورتو نغطي زيادة الحب، عندي حبوب في وجهي نغطيهم بالفون. أنا ديما حاجة تقلقني ديما نسمعها في روحي تحويقة، ديما نحس روحي عندي تحويقة بالكدا، ديما العباد تشوف التحويقة تقول يا تعب ذاك ولا شبيك متقلقة ولا دونك أنا ماشي متقلقة، أما التحويقة هذيك كيكة من عند ربي دونك ما قلتليش حتى حال حتى كي نعمل فما تقعد لي ديما موجودة. التحويقة، الحبوب، لاسيمتري اللي في شفايفها وبرشا مشاكل، الكل لازمنا في السر اللي فيك نلقاولهم الحل. طلبنا من الدكتور مولينا ميدسا استيتيك باش تاخو ان شارج فاطمة الزهرة، وبالطبيعة قبلت الدكتورة باش تعاون الكانديدات نتاعنا. مروة سافا فاطمة جو ميكسكيوز سافا توا تري بيان مرحبا بكم. ميرسي بوكو دكتور. الوغ اجوردي افيك نو نوتر كانديدات فاطمة، ايل ا كيلكو بروبليم دو بو، ايل فا فوز اكسبليكي ميو سي سوسي. ميرسي بيان. الي فاطمة، كيل اي طون بروبليم؟ شنو هكا انا مقلقني هذوما وشفيفي نحسهم معوجين ووجهي نحسو شايح وفي الحبوب. اها داكور، دونك جوست بور تيكسبليكي دان لا ميدسين استيتيك اون كومونس دابور بور لا تيكستور كي كومونسورا بار لو بيلينغ ان شاء الله بور كوريجي لا تيكستور. اوكي D'accord. Donc, Inch'Allah, tu seras très contente. Juste, je te donne une chose, c'est le consentement éclairé. Comme ça, on commence à travailler. Et après quelques jours, tu reviens, tu vas lire les indications et les contre-indications et tu signes ça et tu l'amènes avec toi, Inch'Allah. D'accord, docteur. D'accord, merci Marwa, beaucoup, ça fait plaisir de te voir. Merci donc, pour les plaisirs. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. D'accord. Ça va, Fatma, comment ça va? Ça va, toi? Assieds-toi. مرحبا بك. جبت الكونسنتمون قريتو وصححت فيه وباش نبداو في السوان تاعنا ان شاء الله. داكور تري بيان. دونك ان شاء الله فاطمه اون فا فير ان بيلينغ سوبرفيسيال بور توا. داكور جوست ابري لو بيلينغ تو دوا تي بروتيجي افيك ان اس بي اف ا 50 سي بيان. و ابري اون فا باسي
faire l'acide hyaluronique dans les sondes nasogéniales et on va corriger la symétrie de l'élève. Ça va? Donc, il y a un contrôle, donc il y a un contrôle. Qu'est-ce que vous avez fait de transformation phéologique? Ça va, je suis fait de la famille, donc je suis fait de la famille. Je suis fait de la famille, je suis fait de la famille. Les cernes creux, déjà il n'y a pas, donc après le complément, c'est excellent. Je suis fait de la famille, donc je suis fait de la famille, je suis fait de la famille. Très bien. Et le Bachra, qu'est-ce que vous avez fait de la peeling? فتيح وجهي ولا فتح والحبوب اللي كانوا مقلقيني لهنا تنحاولي ما عادش كيقبل ولا فاتحين اكسلون مانيتا انت تو اي كونتونت الحمد لله لا الحمد لله سافا توا خير من قبل داكوغ شنو قالك فيك اوتر شوز انو تو عندك بارسا البارتي هذه مقلقتني وابار هذايا سافا تي بيان دونك اون فا اسكولبتي تا سيلويت et éliminer la graisse localisée et dobo sham avec la dernière technique, c'est une technique de dernière génération, c'est la cavitation, c'est un soin qui nous permet d'avoir un effet lipolytique, donc idavo sham limqalqinia. Bravo, allez, on va t'examiner. Oui madame, on y va. Donc, les indications de la cavitation sont les hyperlipodystrophies superficielles, que c'est la cellulite, c'est pas ton cas en tout cas, mais on peut traiter la graisse localisée, qui sont les poignées d'amour, donc toute cette partie, on va les éliminer à l'aide de la cavitation. Oui. D'accord? Donc, très bien, Inch'Allah, tu vas sortir contente, Fatma, et on va faire plusieurs séances, Inch'Allah. Aïe. والمشكلة البوانية دامور باش يمشيو مروة وفاطمة الزهرة للهيلث اند بيوتي سنتر في اللاك دو. Bonjour. Bonjour Marwa. Ça va, wifi? Alhamdulillah. Alors, j'ai Lyon, je suis avec la candidate interne Fatma. Lyon, je te donne les soins. Aïchek. Je te donne soins de tes habits. Aïe, marhaba bikoum fi Health and Beauty Center and Body Lab. Merci, Aïchek. Ou fait les centres, on a le réseau Health and Beauty Center Body Lab. On a le traitement anti-âge, on a le des protocoles amincissants. Bichi aoun ou Fatma Zahra tnahi l'graisse. Donc, on fait soin à main 600. C'est une nouvelle technologie de cavitation. Donc, on va casser la graisse qui fait le bdan. Voilà. Donc, le parti qui fait le bdan, il y a un peu de graisse. Donc, on va casser la graisse. Voilà. L'appareil qui est le cavisuction. Ok. Vous avez une séance pour voir le résultat. On a la graisse qui est le bdan. Donc, on a 5 séances, on a plus. Et quand est-ce que je vois le résultat? Tu as le résultat, il est visible à partir de quelle séance? Après deuxième séance. Ou le soin est visible à partir de quelle séance? Ou la femme à bédé? Les femmes à bédé, elles ont un peu de chambre de dame, de préférence, donc c'est contre-indiqué. Ah, d'accord. Ou les femmes, je crois, c'est le clé. Les femmes, c'est le clé. Quand est-ce que je crois le soin? 45 minutes.
موجوعة فاطمة؟ لا لا صباح صباح نكون فاطمة قوية شوية معي تتحمل لا يزيد نحس رأيي ما أضحك هي ضحكة هي الكافي سكسيون هي تكنولوجي ريفولوشنير في الامنسيسمون تعوض الكافيتاسيون العادية تنجم تنقص بصفة كبيرة برشا في الكريس لوكاليزي من زوز الأربعة سنتي في السيانس الوحدة ومن غير حتى ريسك التكنولوجي هذه ما نلقاوها كان في السانتر هيلث اند بيوتي سانتر وبودي لاب فاطمة زهرة من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار لكن الجمعة هذه كل باش تعديها معنا في أوتيل 5 إتوال في البونليو نور الريجنسي تونيس أوتيل Aslima, bonjour madame. Bonjour. مرحبا بك في الريجنسي تونس اوتيل. Merci, عاشك. Donc, je peux voir votre carte d'identité madame? C'est bien. عاشك, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc madame, تفضل ارتاحي نشربك حاجة لو طن حضرتك بيتك داكور؟ Je vous en prie. Aslima. مرحبا بك, تفضل madame. الكانديدات نتاعنا باش تسكن في سويت وتعيش لو لوكس بين لي ريستوران, لو سبا والبيسين كوفيرت. ومع تريتمون في اي بي يتمتعوا به لي كانديدا متاع سر اللي فيك نخليو فاطمه الزهرة ترتاح شويه قبل ما تقابل الكوتش دو يوغا هيفا ماتوسي عسليمه شنو نحيو لك فاطمه الحمد لله لاباس الو قالوا لي فاطمه سبورتيفه Respiration fluide, toujours nasale et abdominale. Donc, حاول خلي ديما respiration بخشمك وبكرشك. في لي mouvements que tu vois, les mouvements sont très ralentis, on a le temps de respirer. Donc, ديما بخشمي وبكرشي. Alors, inspirez, expirez pour les mains collées. Voilà, ديما نخرج الهواء بخشمي. J'ouvre la poitrine, j'expire, j'allonge la colonne, puis je relâche. فاطمة زهرة مغرومة برشا بسبور وطبيعتها مش من النوع اللي تعمل ميديتاسيون وللناس اللي كيف فاطمة زهرة فما لا ميديتاسيون اكتيف اللي تخلي لو مونتال مركز في دي موفمون ومن غير ما تحس الكانديدات قاعدة تعمل في ريلاكساسيون وترتاح في لي موسكل متاعها وبالطبيعة ماشية وتتنفس وماشية وتقرب من ذاتها وتسمع في روحها بلي جنو دروا يوفري سور الكوتي ساقيا نحطها هوني هوني والى الفوق برهنا الزرج فوق شوية برافو جلونج لكلان نكبس كرشي ونخزر باش نقعد في ليكيليبر يلزمني جو فيكس لو روغار نخزر ان سول بوان فيكس قدامي فاطمة الزهرة ولات أليز أكثر بفضل لي موفمون والتنفس لي زيكزارسيس هذو مهمين برشا للناس اللي كل شي في حياتهم مزروب وما ياخذوش وقت لرواحهم باش يرتحوا بدنهم وأعصابهم والبشر لازم ساعة ساعة بوز باش يعاود ينطلق في حياته بإنرجي خير ونظرة أحسن لكل ما داير بيه وكل ما يصير له في حياته